نستكمل الاستفادة إن شاء الله بمسك الختام من العود والعنبر من فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. الشيخ محمد إسماعيل المقدم يعني هو من هو ولا يقدمه مثلي، وهو الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، وهو طبيب استشاري في الصحة النفسية، ومفخرة لنا أنه من خريج جامعة الإسكندرية. والشيخ حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، ومقيد لدرجة الدكتوراه أيضا في الشريعة. ومن أهم مصنفاته المطبوعة كتابه عودة الحجاب، وتحرير المرأة والحكم الشرعي في النقاب، وعلو الهمة والنصيحة، وهو من أجل الكتب التي انتفع بها الكثير من المسلمين، وحرمة أهل العلم، وبصائر في الفتن، والصلاة لماذا، وغيرها الكثير. وللشيخ مجموعة قيمة جدا من المحاضرات التي يعني يؤمها كل طلبة العلم، يعني نقول في الفقه والعقيدة والفكر الإسلامي وغيره من فنون العلم والأدب واللغة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه صالح عمله، وأن يطيل عمره وينفع به. ونترككم مع محاضرة الشيخ، وهي موضوع منهجي عن العلمانية والإسلام، نظرات تاريخية تأصيلية منهجية. فضيلة الشيخ. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فنوجه الشكر أولا للحضور الكرام، ونخص بالشكر عميد كلية الطب. أنا لن ألقبه بالأستاذ الدكتور قبل أن ألقبه بأشرف لقب في الوجود، وهو حامل كتاب الله، حامل كتاب الله تعالى، الأستاذ الدكتور محمود الزلباني عميد كلية الطب. والأستاذ الدكتور عماد درويش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. ثم أشكر لأسرة هدفنا واحد ممثلة في رائدها الدكتور أحمد فتحي القرعي لإتاحة هذه الفرصة لأن أتشرف بعد 34 سنة كنت ممنوعا فيها من أن أتكلم في كلية الطب. نعم. الحقيقة الموضوع الذي نحاول أن نناقشه هو: هل التدين علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، أم هو مسؤولية في عنق كل فرد ينتمي إلى الجنس البشري؟ الواقع في هذه الحياة أن قضية الإيمان قضية اختيارية، والإيمان الذي لا يبتنى على اقتناع ورضا واختيار لا قيمة له ولا اعتداد به. الله سبحانه وتعالى بعدما أنزل في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، أعقبها مباشرة بقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ليدلنا على أن عظمة هذا الإله تتنافى مع أن يجبر أحد على اعتراق دينه العظيم. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لماذا؟ لأن الإيمان حينما ينزل عذاب الله وحينما يأتي ملك الموت، هذا إيمان غير اختياري، هذا إيمان اضطراري، ولذلك لا يعتد بالإيمان في هذه اللحظة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم يدخل في سياق الموت والاحتضار، قبل ذلك لو تاب يتوب الله عليه، لكن إذا جاءه ملك الموت وصار الغيب شهادة، في هذه الحالة لا قيمة لإيمانه بالغيب، لأنه قائم على الإكراه والاضطرار، كما حصل من فرعون حينما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أجيب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
أيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن حال الكافرين يوم القيامة أنهم يقولون وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا يقين، لكنه يقين بعدما صار الغيب شهادة ومحسوسا، فبالتالي لا قيمة لهذا الإيمان ولا ينفع. إنما اليقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذي نريد أن نبدأ به هو بيان أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن نؤمن به مختارين، لكن متى ما خرجنا من دار الدنيا قسرا إلى دار الحساب انتفى الاختيار، وهي دار يعني ظهور النتائج. وجودنا في هذه الحياة الدنيا فرصة واحدة لن تتكرر، إذا نفذت هذه الفرصة فلن تجد فرصة أخرى، ولذلك هذه مدعاة لأن نتحرى بدقة حول موقفنا من أخطر قضية في حياة الإنسان وهي علاقته بخالقه. لأن نفصل في ما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى في قضية وجود الله، لأننا جميعا وفقا للفطرة التي فطرنا الله تعالى عليها نؤمن بوجود الله. ولكن أشير إلى أن من الناس من يقر بوجود الخالق فيقول ألا له الخلق، ويثبت أن هناك خالقا، وإن كان هذا لا يسمى إيمانا وهذا ليس مجال بسط الكلام فيه، لكن هو يقر بوجود الله ويعتبر أنه بهذه الطريقة مؤمن، ثم يقول الله هو الذي خلق. لكن كثير من الناس في تصورهم عن هذا الإله يتصورونه كإله أرسطو، إله أرسطو الذي هو إله معزول عن الحياة، يقول إنه خلق الكم ثم حركه ثم تركه. هذا هو تصور بعض الناس للإله الموجود، أنه خلق الكون ثم حركه ثم أهمله وتركه. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإذا هذه الآية تدلنا على أن من يظن أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الخلق العظيم ثم يتركه هملا ويخلقه عبثا بلا حكمة وبلا فائدة وبلا حساب وبلا عقاب وبلا شريعة هادية وبلا وحي ينزل على الأنبياء والمرسلين ليهدي الناس في دار الاختيار ليختاروا طواعية إما طريق الإيمان وإما طريق الكفر. إذن هذا التصور كأنك تشتم الله وكأنك لا تعظم الله التعظيم اللائق به. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بالبشرية لم يتركهم لا لعقولهم ولا لفطرتهم، وإنما يعني أنزل شرعا ووحيا ليدلهم على طريق النجاة. حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي فوق حاجتهم إلى الهواء والطعام والشراب، ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى سورة النحل التي تسمى أيضا سورة النعم، لأنه كثر فيها تعداد نعم الله عز وجل، وقال عز وجل فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سورة النعم افتتحت بذكر أعظم نعمة على الإطلاق في هذا الوجود، نعمة الوحي، ينزل الملائكة بالروح أي جبريل من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك من يقولون بفصل الدين عن الحياة أو حبس الدين داخل الثوركس قفص الصدري أو داخل جدران المساجد بعيدا عن الحياة بناء على النظرية أو الفكرة العالمانية، الخلاف في الحقيقة معهم يتمحور حول كلمتين. هم يقولون في حق الله سبحانه وتعالى إذا كانوا مقرين بوجود الله يقولون نعم الله له الخلق، أما أهل الإسلام فيقولون الله له الخلق والأمر كما قال تعالى في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يحكم
والذي خلق هو الذي يأمر وينهى ويشرع ويختبر عباده. نبدأ بتعريف معنى كلمة العالمانية، فهي باختصار شديد هي ترجمتها اللادينية أو الدنيوية. كلمة العالمانية مش معناها ما يقابل الآخرة فحسب، يعني بنقول الدنيا والآخرة، لا، هي العالمانية هنا مش بمعنى ما يقابل الآخرة، بل هي بمعنى الأخص ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتعارض. بعض الناس ينطقونها العلمانية ويتوهمون أن كلمة العالمانية لها علاقة بالعلم science. لا، في الحقيقة الكلمة لا علاقة لها إطلاقا بمعنى العلم، ولكن هي لها علاقة بالدين على أساس سلبي، وهو نفي الدين وعزله عن الحياة. ولأن هذا المصطلح طارئ ودخيل، ولذلك اختلفوا في ترجمته، فبعضهم قال العلمانية لأنهم لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يسبق إلى فهم الرجل الغربي، حينما يذكر أمامه الدين والعلم على طول الصورة الذهنية الموجودة أنهما متعارضان ومتناقضان. فعند العقلية الغربية ما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. ولذلك يقول أنا أؤمن بقلبي، لكن أنا أفكر بعقلي. فالإيمان بالقلب حتى لو اختلف مع ما يقول به العقل. من معاني العالمانية الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. بعض القواميس بتقول في تعريف العالمانية إنها حركة مضادة للدين، مضادة للمسيحية. بعضهم يقول نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. بعضهم يقول الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. بعضهم يقول هي السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. باختصار شديد العالمانية تعني فصل الدين عن الدولة، وتعني حصر نطاق الدين في أماكن العبادة، وقصر معنى الدين في الجانب التعبدي. بعض الناس ينطقونها علمانية، علمانية بألف ونون زائدتين والياء للنسبة، نسبة إلى العلم أو نسبة إلى العالم. فهي سيكولاريزم متخذة من إيه؟ يعني حاجة دنيوية أو مذهب دنيوي، بمعنى أنه لا ديني، لا دخل للآخرة ولا للدين فيه. ذلك نميل لاستعمال كلمة العالمانية نسبة إلى العالم، يعني إلى هذا العالم الدنيوي، بفصل النظر عن الدين والآخرة والغيب ونحو ذلك. لكن على أي الأحوال كلمة لو سواء قلتها عالمانية أو علمانية أو علمانية لا دخل لها إطلاقا في معنى العلم أو المعرفة. وذلك يعني بعض الشيوخ الأفاضل انخدع بهذه النسبة إلى العلم، فصرح بأن العالمانية أو العلمانية لا تتعارض مع الإسلام. بعض العالمانيين يستغلون هذا الالتباس فيوحون للناس بأن العلمانية هي صنو المعرفة والعلم، وأن من يعارضهم هم دعاة الجهل والتخلف. على أي الأحوال باختصار العالمانية هي اللادينية، اللادينية استبعاد الدين. ونستطيع أن نقول إنها يمكن إدراجها في الأديان الأرضية، لأن الأديان في هذا العالم نوعان: دين وحيد هو الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين وهو دين الإسلام، وهذا ما نملك كل أنواع الأدلة عليه، وليس نقاش يعني المقام يناسب للتفصيل. هناك أديان أرضية، الأديان الأرضية أو الأديان الباطلة نوعان: دين أصله سماوي ثم حرف، ودين أرضي نابع من الأرض كالبوذية والزرادشتية إلى آخره. نستطيع أن ندرج العلمانية بهذا المعنى بأنها دين أرضي. فالعلمانية هي نظام كامل للحياة، نظام حياة كامل. أتذكر الآية الكريمة: كذلك ابن يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك يعني في نظامه وفي شرعه. فإذا هي دين بهذا المعنى.
لا يسمعنا هذا أننا نكفر من يقول أنني علماني إطلاقا. لماذا؟ أن الغالب أنه يجهل الإسلام وبيجهل العلمانية، وده شائع جدا في من يسمونهم النخبة، أنهم كثيرا ما يتكلمون كلاما يدل على جهلهم بالإسلام وجهلهم أيضا بهذه المذاهب التي ينتسبون إليها. العلمانية معناها الحقيقي تفريغ الإسلام من مضمونه. قبل أن نتمادى في قضية العلمانية، نعرج على أيضا موقف الإسلام من قضية العلم. فالعلم المحمود هو ما قامت عليه الأدلة القاطعة، وليس كل ما أدخل تحت عنوان العلم والعلم منه براء. يعني كلمة العلم الآن بيدخل فيها أشياء هي لا علاقة لها بالعلم إطلاقا، بل كما هو معلوم بيسموها Non-Evidence-Based Theories أو Armchair Theories. واحد جالس على الأريكة متكئ يعني بيطلع أفكار زي فرويد. يعني نظرية فرويد في بعض أجزائها هي مبنية على خرافات وأساطير اليونان، عقدة أوديب وعقدة إلكترا إلى آخر هذه الأشياء دي، يعني مبنية على أساطير يونانية مش على بحوث ودراسات علمية بالمعنى الدقيق لكلمة العلم. كذلك الدراسات الاجتماعية أحيانا تخضع لهذا النوع من النظريات غير القائمة على براهين ولا على يعني أدلة. الإسلام يتميز بصورة مدهشة جدا بأنه دعا إلى العلم. يمكن الدكتور محمد صلاح حول لنا الاتجاه، دائما إحنا بنتكلم على أن الإسلام يدعو إلى العلم، لا هو وجه السهم في الناحية الثانية وقال العلم يدعو إلى الإسلام. ودي نقطة محورية جدا، قضية علاقة الإسلام بالعلم، لأنه بالذات في الكلام على قضية العلمانية مهمة جدا. العلم عند المسلمين هو عبارة عن وسيلة لإدراك حقائق الأمور، أن تفهم الشيء على ما هو عليه في الحقيقة، أن تصل إلى حقيقة الأمور. وموضوع البحث يعني أي نوع من أنواع العلوم هو واحد من الاثنين، إما خبر منقول أشياء تعلم بها لكنك لم ترها، هي نقلت إليك كخبر. فالعلم إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. الخبر المنقول ينحصر البحث العلمي فيه في تحقيق صحة انتسابه إلى مصدره. وفي هذه الجزئية بالذات اختص المسلمون بعلم الحديث الذي يتحرك ووضع معايير وضوابط لقبول الروايات وتمحيص الأخبار بصورة مدهشة لم يعهد مثيلها في تاريخ البشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده إطلاقا، بدليل أن الكتب الأخرى لم تحفظ في حين القرآن الكريم حفظ، السنة المشرفة حفظت عن طريق الإسناد. ولذلك قال المستشرق اليهودي جولد سيهر، قال ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. يبقى دي من خصائص الأمة الإسلامية، بقاء الأسانيد وصينتها لتحقيق أخبار الرسالة ويعني الشريعة. أما النوع الثاني من العلم فهو الدعوة المزعومة، أي دعوة يدعيها إنسان فإنها لابد أن تفتقر إلى الأدلة العلمية المقبولة. الدعوة المزعومة تتعلق بواحد من اثنين، إما وجود مادي حسي، وجود مادي حسي أو وجود غيبي. الوجود المادي الحسي ده مجال الساينتفيك ميثود اللي هي بتعتمد على التجربة والمشاهدة والاستنتاج، يعني شيء لازم يكون محسوس مادي تتعامل معه وتسلك المنهج العلمي الوسيلة المعروفة لكي تصل إلى النتائج، لأن هذه الأشياء يمكن للبشرية عبر الخبرة التراكمية خلال الأجيال والأحقاب يمكن أن يصلوا ويكتشفوا هم هذه الحقائق في هذا الوجود. لأن طبعا يعني من ساعة ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون، من ساعة ما خلق أجسادنا، ما هي كل العمليات الكيميائية والتركيب والوظائف والكهربية والمغناطيسية كل دي ما هي شغالة من ساعة ما خلقت، احنا بنكتشفها، نحن لا نصل حقائق، نحن فقط نكتشف. ولذلك العلم الحديث دلوقتي نحن احيانا بنسميه يعني العلم الجاهل او جاهلية العلم، لان هذا العلم ما اودعه الله سبحانه وتعالى في خلقه الا ليدل على توحيده. فجاء العلم الان وبيدعي ان اي حاجة لها علاقة بالدين او بالاسلام على الخصوص لازم تكون في حياد مع العلم. لا، الحقيقة وحقيقة نتحدى بها العالم أجمع، العلم
ليس محايدا بالنسبة للإسلام، العلم منحاز بكليته إلى دين الإسلام. لم يعهد إطلاقا في تاريخ الإسلام صدام بين آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح وبين حقيقة علمية، لا أقول نظريات لكن أقول حقيقة يعني علمية. على الأحوال الجانب ده لأنه يسهل وصول إليه تركه الله للخبرة البشرية، وده الجانب اللي الناس بتبحث فيه وتكتشف بين وقت وآخر بدائع صنع الله في هذا الوجود. هناك وجود آخر في الحقيقة، هذا الوجود هو الجزء الأهم من العلم. لماذا؟ لأنه وجود غيبي لا يرى ولا يخضع للحواس، ولا يوجد أي سبيل الوصول إلى حقائقه المتعلقة بما حصل من يعني بلايين السنين مثلا، وما يحصل في المستقبل، والغيب الذي لا نراه، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجنة، والإيمان بالنار، الإيمان بالله سبحانه وتعالى نفسه، هذا كله علم غيبي. هذه أيضا هذا هو الجزء الأهم من الحقائق في هذا يعني الوجود. إذن العلم علم شهادة وعلم غيب. العلم الشهادة يعني يدفع فيه أرباب العقول والباحثون ليكتشفوه بإيه؟ بوسائل العلمية الكاشفة. أما علم الغيب فلا يوجد طريق على الإطلاق للإيمان القطعي الصحيح بحقائق الغيب إلا عن خلال نافذة واحدة، هي نافذة الوحي. الماديون يقولون أنا لا أؤمن إلا بما يعني يثبت بالحس أو يعني بالأدلة المادية الحسية، لكننا نقول كما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل على وجوده، كذلك أيضا لا يجوز الإيمان بعدم وجود شيء إلا إذا ثبت الدليل على عدم وجوده. فالحالة التي لا يثبت فيها دليل علمي على الوجود أو العدم هذه حالة نسبية تتلبس بالإنسان نفسه بحيث يسمى عندها جاهلا. فكوني لا أعلم شيئا لا يعطيني الحق في أن أنفي وجوده، لأني كبشر قدراتي محدودة ولا أستطيع النفاذ إلى كل حقائق هذا الوجود. فكما لا يجوز الإيمان بشيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الإيمان بفقدان الشيء وعدم وجوده إلا إذا ثبت الدليل على عدم وجوده. في هذه الحالة كما قلنا يسمى الحالة تتلبس بالإنسان الذي لا يعلم، يقول أنا جاهل بهذا الشيء لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن يعني أنفي. في شريعة الإسلام لم يعرف على الإطلاق أي مظهر من مظاهر الصراع بين الوحي وبين العلم. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن الذي خلق الحقائق العلمية في هذا الوجود وسن لها السنن والقوانين هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل القرآن هو الله، وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن يقع تعارض من بين القرآن وبين ما ترقى إلى مستوى أن يكون حقيقة علمية. القرآن يحرضنا على اتباع الدليل والتحري، يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومعجزة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هي آية علمية. المعجزة الأعظم للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، القرآن الذي أول كلمة نزل بها الوحي الشريف اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثاني سورة نزلت في القرآن نون والقلم وما يسطرون، يقول تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل الدعوة إلا بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من سلطان بهذا دليل، ويقول الله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. عقلية ترفض اتباع الظن. الإسلام يجعل دائما الوحي الذي هو علم الله منبثق من علم الله مقابلا للهوى، يقول تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وما ينطق عن الهوى يقابله إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا.
عقلية الإسلام ترفض اتباع السادة والزعماء والكبراء بدون يعني دليل. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. الله سبحانه وتعالى حينما فضل آدم على الملائكة فضله بالعلم، لأن لهما ما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إلا بعدما أثبت لهم شرف آدم بالعلم حين علمهم الأسماء كلها، ثم أمره أن ينبئهم بأسمائهم. يوسف عليه السلام لما زكى نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سليمان في قصته قال الذي عنده علم من الكتاب. جاءت السنة النبوية حربا على الجهل والخرافة والكهانة والتمائم والأحجبة إلى يعني آخره، فشحن القرآن الكريم بأدلة التوحيد والبعث والنشور وغيرها من هذه يعني القضايا. المسلم الذي يقبل العلمانية مهما زعم أنها علمانية معتدلة أو متساهلة فإنه يقف في جبهة معارضة للإسلام، لأن العلماني حتى يكون علمانيا صادقا في علمانيته لابد أن ينكر أشياء هي معلومة بالضرورة من دين الإسلام، كتحريم الربا والزنا وشرب الخمر وفرضية الزكاة ونحو ذلك. فالحقيقة أن العلاقة بينهما هي علاقة تضاد. الإسلام يرفض العلمانية قطعا. لماذا؟ مشكلتنا مع العلمانية أنها لا تقبل أن تتعايش مع الإسلام كما أنزله الله. مستحيل، لا يمكن العلمانية تقبل التعايش مع الإسلام كما أنزله الله، بل لا بد من تحويله وتحريفه وحصاره إلى أن ينحبس داخل القفص الصدري وداخل جدران المسجد. أما أن يكون دينا حياتيا يتدخل في معاملات الناس وتشريعاتهم ويسير أمور حياتهم فهذا هو موضع المعركة بين الإسلام وبين يعني العلمانية. العلمانية تقبل الإسلام عقيدة نائمة في ضمير الفرد، لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء أو لتحرك حياة الناس وتقود سفينة المجتمع. تقبله عبادة ونسكا، لكن على أن يكون شأنا موكولا إلى الأفراد بحسب يعني اختيارهم. تقبله أخلاقا وأدابا، لكن فيما لا يمس التيار العام الذي يرفع شعار خير الهدي هدي أوروبا وأمريكا، وهذا لا يمكن أن يتطابق مع شعارنا المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العدو اللدود للعلمانية والشيء الذي تعارضه العلمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشريعة الإسلامية التي تنظم الأحوال الشخصية للناس وتنظم المجتمع وتنظم الدولة في علاقاتها الخارجية وعلاقاتها الداخلية. إذن العلمانية تتبنى الزنيم الدعي. الزنيم يعني الشخص اللي يكون ملحق بقبيلة وهو ليس له نسب فيها، ملحق بها وليس منها. فالعلمانية جسم غريب علينا، يعني العلمانية ترحب وتتبنى الزنيم الدعي وتنفي نسب الابن الأصيل. تؤمن ببعض الكتاب وهو ما يوافق هواها وتكفر بالبعض الآخر. لذلك العلمانية تناصب الإسلام العداء ويناصبها الإسلام العداء، لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول الله تعالى فيه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من المهم جدا لأننا نتعرض لظلم فاحش أن نفهم ظروف نشأة العلمانية، يعني لماذا ظهر فكر العلمانية. لماذا؟ لأن من الظلم الشديد أن يطبق يعني أو تستنبت في أرضنا بدرة مجلوبة من ثقافة غير ثقافتنا. ففيما يتعلق بظروف نشأة العلمانية، هي نشأت في العصور الوسطى التي دأب الجميع على وصفها بالمظلمة. ومن الشيء المضحك الحقيقة أن بعض الذين ينسبون أنفسهم إلى النخبة يخاطبون الإسلاميين قائلين أنتم عايزين ترجعونا للقرون الوسطى المظلمة
هذا جهل فاحش. احنا عندنا ما عندنا اطلاقا في الاسلام قرون مظلمه، بالعكس تماما. قرون الوسطى المظلمه دي عند احبابك كانت مظلمه عندهم مش عندنا، وفي نفس الوقت الذي كانت اوروبا فيه غارقه في الظلام كان المسلمون في ازهى يعني واوج حضارتهم وتقدمهم ويعني شموخهم. هناك ظروف كانت وراء نشأة فكرة العلمانية. طبعا أنا هنا في الحقيقة لست بصدد عقد مقارنة بين أديان، أنا فقط أذكر تاريخا ومصادره أساسا هي مصادر يعني غربية. أول هذه الظروف التي نشأت بسببها العلمانية كانت الظروف الدينية أو العقائدية في أوروبا في ذلك الوقت. فالنصرانية أو الكنيسة قدمت للناس عقيدة رفضتها فطرتهم، عقيدة التثليث، عقيدة الصلب والفداء، عقيدة الخطيئة الأصلية، وهي مسألة محورية فارقة. لماذا؟ لأن الموضوع قصة الأكل من الشجرة كما في بعض كتب اليهود والنصارى، إن الشجرة دي كانت شجرة المعرفة، وإن ربنا سبحانه وتعالى كان خايف آدم يأكل من شجرة المعرفة فيحصل على البصيرة الإنسايت، فعشان كده نهاه من أن يأكل من هذه الشجرة. فبرضو روح الصراع أو التضاد بين الدين وبين العلم نشأ من هذا التصور. فقضية الشجرة باختصار شديد نقطة فارقة جدا. ليه؟ لأن تترتب على الفهم المحرف لقصة آدم عليه السلام أن ناس اعتقدت أن آدم يعني لما أكل من الشجرة تلوث بالخطيئة ونزل أهبط إلى الأرض. طبعا ليس فيه أن الله تاب على آدم، في حين أننا نقطع في القرآن الكريم بأن الله تاب على آدم عليه السلام وعلمه كلمات التوبة والدعاء المعروف. فهم يعتقدون أن آدم نزل إلى الأرض ملوثا بالخطيئة، والغير كده أن دي اسمها الخطيئة الأوريجينال سين بتورث انهيرتد لكل الأجيال البشرية بعد ذلك. فأسود يوم في حياة النيو بورن هو يوم ولادته، لأنه ستيند بالخطيئة بتاعت آدم، واضح. ومن أجل ذلك جت فكرة الصلب، ليه؟ عشان تفدي خطيئة البشر، وجاء فكرة التعميد أيضا عشان تطهره من يعني الخطيئة الموروثة. فكل هذه التصورات صادمت فطرة الناس ورفضوا الاعتقاد، وده يمكن موجود إلى الآن. لما الواحد كتير بيتعامل مع ناس في الغرب، أول ما تيجي تعرف عليه وتسأله مثلا عن خطتك يقول لك أجدادي كانوا نصارى كده، أنا لا مش مقتنع بهذا الكلام. لماذا؟ ويشعر بأنه شيء يعني منافي للعقل ومنافي لهذه الفطرة. أيضا من ضمن ظلال الدين الذي يعني قدمته الكنيسة للناس أن غفران الذنوب كان من حق البابا، وكان كل ما يربطه البابا في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما يحله في الأرض يكون محلولا في السماء. من ذلك مثلا طقوس الغفران، الجلوس على كرسي الاعتراف، ما يقدرش يتوب لربنا كده بينه وبينه، لازم القسيس هو يكون واسطة ويفضح نفسه ويحكي كل تفاصيل الخطيئة، ثم يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى ليعفو عنه. عملية إصدار سكوك الغفران، وبيكون في الغالب مقابل شيء من المال، يعني فتحول الأمر إلى تجارة وإلى ثراء لرجال الكنيسة. فما حدث في الغرب ورد الفعل حينما رفض الناس الكنيسة هو في الحقيقة هو نتيجة لهذا التصور الذي شاع في القرون الوسطى يعني المظلمة. هذه قضية حقيقة هي خاصة، الصراع بين العلماء والكنيسة دي خاصة بين رجال الكنيسة والعلماء. لكن من الظلم أن يعمم هذا الرد الفعل على بلاد المسلمين بحجة القياس المعروف، البقرة تتنفس، الإنسان يتنفس، إذا الإنسان بقرة. فمن الظلم أن يعمم الأمر بهذه الطريقة. كان أيضا من مظاهر التنفير التي نفرت الناس من ظلم الكنيسة إصدار قرارات الحرمان، لأن ذنب بيكس بيملك المغفرة والرحمة يملك أيضا العقوبة بقرارات الحرمان. مثلا أتلو عليكم جزء مختصر من قرار من قرارات الحرمان، بيقول إيه؟ بقرار الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن ونصب دعانا على فلان، نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة
وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا وفي نومه وصبحه وفي ذهابه وإيابه وخروجه، ولا يتحدث أحد معه بكلمة، ولا يتكلم معه كتابة، ولا يساعده، ولا يعيش معه تحت سقف واحد. كلام طويل جدا بهذه السورة، ده كان القهر الذي نشأت بسببه يعني العلمانية. أنشأوا محاكم التفتيش الأكوزيشن اللي كانت بتتتبع الملحدين والزنادقة الذين انتشروا، وأحصت على الناس الأنفاس وناقشت عليهم الخواطر. وكان في عقوبات كنسية صارمة جدا، يعني عقبة الكنيسة حوالي 300,000، فمنهم من أحرق وهم أحياء، أحرقوا بالنار حوالي 32,000، أحرقوا بالنار وهم أحياء. منهم مثلا إبيلاس وهو عالم فلكي، أحرقت كتبه العلمية والجغرافية وسجن حتى الموت. مارتن لوثر انتقد نظرية زكوك الغفران وامتداد سلطان الكنيسة، ولكنه استطاع أن يفلت من عقابها. إسحاق نيوتن عوقب على اكتشافاته المتعلقة بالأمور الطبيعية. برونو باحث إيطالي أحرق أيضا لنظرياته الفلكية. دوبو فيزيائي نقمت منه الكنيسة آراءه وحكمت عليه بالقتل، واقترحت ألا تراق قطرة من دمه، وده يفسر أنه لابد أن يحرق حيا ولا يراق يعني دمه. يروى أنه كان يقدم للنار بسبب نظريات العلمية، فإذا لفحته تراجع عن أقواله، فإذا ابتعد عنها رجع، فلما لم يتخلى كلية أحرق وهو حي. جاليليو أيضا كاد أن يقتل بسبب النظريات الفلكية يعني المعروفة. كانت سطوة الكنيسة تمتد تحدى الملوك والأمراء، وفي يعني أمثلة كثيرة وعقبات بالحرمان إلى آخره لا أفصل يعني في ذكرها. ما النموذج الذي قدمته الكنيسة للحياة؟ النموذج الأمثل والراقي، نموذج يعني قائم على تعظيم الرهبانية، القائم على تحريم ما أحل الله من الطيبات، والانقطاع عن الحياة العامة، والامتناع عن الزواج، والنظر إليه على أنه نوع من الدنس ينبغي الإنسان أو يفضل أن يتنزه الإنسان منه. كان تعذيب الجسم هو المثل الكامل في الدين وفي الخلق. الراهب مكاريوس مثلا نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام، وكان يحمل ثقلا شديدا من الحديد. دي عبادة، يعتبرها عبادة أنه يشق على نفسه بهذه الطريقة. يوسيبيوس صاحب له أيضا وراهب كان يحمل وزنا ثقيلا من الحديد، وأقام 3 أعوام في بئر نزح ماؤه تعبدا بذلك. يوحنا تعبد 3 سنين قائما على رجل واحدة ولم يقعد طوال هذه المدة، فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة. كان بعض الرهبان لا يكتسون دائما، وإنما يتسترون بشعرهم ويمشون على أيديهم وأرجلهم، وكان أكثرهم يسكنون مغارات السباع والأبار النازحة والمقابر، ويأكلوا الكلأ والحشيش. كانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثمون من غسل الأعضاء. وأزهد الناس وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. يقول الراهب أثينس إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره، وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء 50 سنة. وقال الراهب الإسكندري وهو يتأسف على الانحراف الذي طرأ، يقول وأسفاه لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما، فإذا بنا الآن ندخل الحمامات. كان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال ويهربونهم إلى الصحراء والأديرة، وينتزعون الصبيان أحيانا من حجور أمهاتهم ليربوهم تربية رهبانية. وعرف كبار الرهبان بالمهارة في التهريب، حتى كانت الأمهات إذا رأت راهب معين يخبي الأطفال لحسن يعني يخطفوه، عشان يربى الراهب اسمه أمبروز عشان يعني يربى في الدين. كانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، وكانوا يعتقدون أن مصادفتهن في الطريق والتحدث إليهن يعني تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية. لن أفيد في الحقيقة بذكر السورة الأخرى في الإسلام، في موقف الإسلام من الرهبنة، موقفه من تحريم الطيبات، دعوة الإسلام للإنسان على أن يعطي كل ذي حق حقه، عملية التوازن في الحياة، فهذا شيء تقريبا لا يجهله منا أحد.
في الناحية العملية كما ذكرنا فكرة الرهبنة وتعظيم الرهبنة في هذه الصورة عصمة البابوات، ودي هي اللي يعني جعلت لهم الطاعة تكون عمياء ولهم هم فقط وحدهم حق تفسير الكتاب يعني المقدس. كان هناك عوامل مساعدة أيضا، عوامل اقتصادية كالإقطاع والسخرة والشيوع الفقر، عوامل اجتماعية انقسام الناس طبقة النبلاء والسادة والعبيد. موضوع الإقطاع طبعا كانت الكنيسة نفسها تمارس الإقطاع، سياسيا كان الحاكم يملك الإقطاعيين ويملك العبيد، فيعني هي دي كانت ظلال الدولة الثيوقراطية اللي هو لهاش علاقة إطلاقا بالإسلام. فالثيوقراطية هي هذا النوع اللي هو الحكم الناس بالحق الإلهي divine right، يحكم بالحق الإلهي بمعنى أن الملك والبابا يحمل سلطة أنه وكيل عن الله في حكم هؤلاء الناس، ولذلك ليس من حقهم الاعتراض على شيء. فهم إذا حق بيدعي أنه متصل بالله مباشرة وأنه ظل الله في الأرض. في الإسلام الحاكم إطلاقا لا يدعى فيه هذا الحق، وإنما هو نائب عن الأمة في حكمها، وتستطيع الأمة أن تحاسبه وأن تعزله إذا حاد عن الشرع يعني الشريف. طيب باختصار دي كانت يعني الملامح العامة للأوضاع في ظل القرون الوسطى المظلمة. ماذا كان رد الفعل؟ ثار الناس ورفعوا الشعار أو المطالبة بفصل الدين عن الحياة، إن ما رأوه من الكنيسة وما رأوه من الملوك والقياصرة انقسم الناس إلى نوعين، نوع طالب بحبس الكنيسة فقط داخل جدرانها، وفريق آخر طالب بإعدام الدين. القسم الأول اللي هو العلمانية اللي هي non-religious، القسم الثاني anti-religious. العجيب إن في أوروبا ممكن نلاقي non-religious سهل جدا، في أوروبا وفي الغرب عندنا غالبا العلمانيين بيكونوا anti-religious. ده من الأشياء العجيبة والفرقات التي تلفت النظر. طبعا ما يسمى بالإصلاح الديني حركة مارتن لوثر اللي هي انتهت بتأسيس المذهب البروتستانتي. ديكارت بدأ يتكلم عن نظرياته في الشك ويقول إن العقل ميدانه الطبيعة، أما الدين فميدانه العالم الآخر، ما يتدخلش في حياة الناس أبدا. فولتير سمى النصرانية الكائن الوضيع، وانتقد العقيدة النصرانية وطالب بإقامة نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضي. جاء بعد ذلك جان جاك روسو وألف نظرية العقد الاجتماعي، وبيّن أن الناس في الأصل أنهم كلهم أحرار ولا قيد على حريتهم، لكن الحاجة إلى إقامة الدولة تجعل كل إنسان يعني يحد من حريته ليحفظ حريات يعني الآخرين. فاللي حصل أن أوروبا نبذت هذا الدين، لكن خطأ أنها لم تبحث عن الدين الحق، كان ينبغي أن يبحثوا عن الدين الحق. انفجرت بعد ذلك ثورة حطمت فيها مئات الكنائس وقتل رجال الكهنوت، مثل ثورة الفرسان في ألمانيا وثورة الفلاحين أيضا في ألمانيا، قتل عشرات الألوف من الفلاحين. ثم ثورة الأراضي المنخفضة حطمت فيها 400 كنيسة وكثير من الأديرة، وأعظم 18600 مواطن وفر حوالي 55800 ألف. ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن 18 رافعة شعار إيران، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. عايزين نخلص من الاثنين، من سلطة القياصرة والملوك وسلطة القساوسة التي أذاقتنا الويلات. رفعوا هذا الشعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. اليهود غذوا فكرة فصل الدين عن الدولة ليشفوا أحقاده من النصارى ولإزاحة سلطان الكنيسة التي كانت تساند التعصب النصراني ضدهم. فأفرزت الثورة الفرنسية تأكيد سلطان الكنيسة برفع شعار العلمانية وفصل الدين عن الدولة، ثم تأكيد السلطان السياسي للملوك الحكام الذين ادعوا الحق الإلهي، بل إن بعضهم قال إنه هو الدولة نفسها. ثم أيضا إعلانات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحرية والملكية والمساواة وحق مقاومة الظلم. اقترن بالعلمانية اللي هي فصل الدين عن الدولة شعار الانديفيدواليزم اللي هو المذهب الفردي. طبق هذا المبدأ في المجال الاقتصادي من خلال تمكين الرأسمالية، في المجال السياسي من خلال التمكين للديمقراطية، في المجال الاجتماعي بتأكيد الحرية الشخصية. واقترن
توديع أوروبا للدين بنهضة صناعية كبرى، وحصلت الثورة الصناعية والتقدم الهائل بمجرد ما ودعوا، لأن انطلق يعني كانت أيام الكنيسة كان ممكن واحد يقول لك إيه كريستيان جيوغرافي، جغرافيا المسيحية، لو حد جه خالف الجغرافيا المسيحية وقال أي نظرية تخالف ما فيها فكان طبعا يعاقب كما يعني رأينا وكما ذكرنا. فهم قالوا دي بركات التمرد على الكنيسة، التقدم الهائل في الناحية العلمية والاكتشافات، إن دي كان من بركة التمرد على الكنيسة، وبالتالي ارتفع شعار العلمانية باعتباره العاصم الوحيد الذي يحميهم من عودة سلطان الكنيسة في القرون الوسطى، لأنه كان بالنسبة إليهم باب الولوج إلى الرقي والحضارة والتقدم. هناك مسوغات أو مبررات تبرر ما حصل في الغرب. أولاً أن النصرانية نفسها قابلة للتقسيم، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فكما ذكرت من قبل تصورهم عن الإله ليس كما نعرفه في الإسلام، أنه وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وإنما هو عندهم مثل إله أرسطو لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا، فهو كما قال ويل ديورانت مؤرخ الحضارة والفلسفة إنه إله مسكين أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. ده الإله في نظر العلمانية، فاعتقادهم الإله خلق الكون ثم حركه ثم نسيه تركه ولا يعلم غير نفسه فقط، ده تصور الأرسطي للإله، بخلاف طبعا عقيدتنا نحن يعني الإسلامية. نحن في الإسلام لا نعرف هذا التصور ولا نقبل هذه الثنائية التي عرفها الفكر المسيحي، لأن قيصرا وما لقيصر كله ملك لله وهو عبد خاضع لحكمه ويدين لأمره ونهيه. عندنا في الإسلام الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة، فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال أيضا ولا يشرك في حكمه أحدا. أيضا مسألة مهمة جدا أن النصرانية التي حصل تمرد عليها ونشأ المذهب العلماني، الدين النصراني ليس فيه شريعة مفصلة بشؤون الحياة، هو عبارة عن روحانيات وأخلاقيات. أما الإسلام فقد نظم حياة الفرد والأسرة والمعاملات والإدارة والمال والسياسة الشرعية وأحوال الراعي والرعية والعلاقات الدولية. الإسلام بيبدأ من فقه الطهارة لحد ما يروح لغلوة سلام، يعني الإسلام بيبدأ من أداب الأكل والشرب ودخول الخلاء والنوم وكل هذه الوظائف، ويترقى إلى بناء الدولة وكيانها. النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لأنه لا يشعر بتناقض بين عقيدته وبين واقعه كما يشعر به المسلم. يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنا أنقل عبارة قالها الدكتور نبيل لوقا بباوي، وهو رجل قانون وكاتب نصراني مصري معروف، يقول تطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من المسائل الحياتية لا يمنع المسيحيين من الخضوع للشريعة الإسلامية، حيث إن الإنجيل ليست به نصوص موضوعية لمناهج الحياة مثل المواريث أو العقود أو المعاملات المدنية والتجارية. يعني دي لأن يعني معروف إن ليس هناك شريعة أساساً، المسيح عليه السلام أتى بتشريعات قليلة، وكان الكتاب الأساسي في التشريعات هو يعني التوراة. أمر مهم جداً حينما يحصل فصل الدين عن الحياة، النصرانية لا تخسر. لماذا؟ لأن السلطة الدينية قائمة ممثلة في رجال الإكليروس. أما في الإسلام فليس في الإسلام سلطة دينية بابوية، فالعالمانية إذا فصلت دين النصراني عن دولته أو العكس فإنه لا يضيع دينه ولا يزول سلطانه، لأن لدينه سلطة قائمة بالفعل متمثلة في البابا ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات وغيره، بخلاف ما لو فعل أو حدث ذلك في دولة إسلامية تكون النتيجة أن الدين يبقى بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، ويبقى مصلحة حكومية صرفة
لا تقارن على الإطلاق بسلطة البابا الروحية المستقلة. أيضا تاريخ الكنيسة مختلف تماما عن تاريخ الإسلام، ليس في تاريخ الإسلام إطلاقا لا وثنية ولا خرافة ولا استبداد ولا قهر ولا محاكم تفتيش ولا اضطهاد ولا يعني مذابح. العلمانية ترفع ما وضعه الله وتقرب ما أقصاه الله. العلمانية تنظر فقط للحياة الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما الحياة الدنيا لعب وله. فالعلمانية تتعامل مع الدنيا على أنها الوطن، أما الإسلام فالدنيا قمطرة إلى الآخرة بسبب أننا نؤمن بالغيب ونؤمن بالحساب وبالنشور وبكل تفاصيل يوم القيامة والجنة والنار. يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى في شأن الذين اقتصر علمهم فقط على الحياة الدنيا ونسوا الآخرة، يقول تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فانظر هنا قال لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا، إذن العلم الوقوف عند الظاهر يساوي إيه؟ عدم العلم لأنه أبدله منه. فالعلمانية في الحقيقة هي دعوة إلى حكم الجاهلية الذي قال فيه تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إحنا عايزين العلمانية نحل لنا مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة جدا، نحن مشكلتنا عندهم أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إسلام دين حياتي لا يتعامل مع فروض ولا نظريات، وإذا خنق في داخل جدران المسجد أو داخل القفص الصدري يعطل عن الحياة. فالعلمانية تستدرك على الله سبحانه وتعالى وتتعالم عليه. فإذا كان المسلم في الدولة العلمانية قاضيا فإنه لا يستطيع الحكم بما أنزل الله. أيضا المسلم في النظام العلماني يجد المعاملات الربوية تحيط به من كل جانب بل قد يتورط فيها. مواقيت الصلاة لا تراعى أحيانا، فيحرم المسلم من التدين المفروض عليه في مجالات الحياة ويباح له التدين الشعائري التقليدي في إطار من القيود والأغلاف. يحبسون الدين في القفص الصدري أو خلف جدران المساجد. ممكن يسمح للدين في الموالد والمآتم وفي دنيا الدراويش والمجاذيب وفي عالم الخرافة والأساطير. العلمانية تفرغ الإسلام من مضمونه وتصفي وجوده بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية ما لم يكن خادما للسلطة السياسية القائمة. لا يمكن أبدا للعلمانية أن تقف موقفا حياديا مع الإسلام، لأن الإسلام يواجهها ويتحداها بشموله لكل جوانب الحياة مادية ومعنوية فردية واجتماعية. العلمانية لا تسلم للإسلام بهذا الشمول فلا مفر من الصدام بينهما. أحكام الإسلام بتحكم المسلم من مش هقول حتى من لحظة ميلادي، ده من قبل ميلادي، لأن في أحكام تتعلق بحقوق الجنين، يعني حتى وهو في المراحل الأولى لنموه كجنين له حقوق لا يصح لأحد أن يعتدي عليه، وإذا حصل اعتداء هناك عقوبة شرعية لهذا الأشياء. فإذا قبل أن يولد بتصحبه أحكام الشريعة تستمر معه في حياته منذ أن يولد إلى أن يموت، حتى بعد الموت بتصحبه أحكام الشريعة في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدعاء له إلى آخره. فالإسلام لا يمكن إطلاقا أن يرضى بأن يحتل بالهامش في صفحة الحياة لأنه هو صلب هذه الحياة. الإسلام لا يرضى أن يكون فضلا بل هو العمدة. الإسلام لا يقبل أن يكون لغيره القيادة وعليه هو الطاعة والاتباع. لماذا؟ لأن الله قال وكلمة الله هي العليا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تريد العالمانية من الإسلام أن يقنع بركن أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها، وهذا تفضل منها عليه، لأن الأصل عند العلمانيين أن تكون الحياة كلها له
بلا شريك ولا مزاحم، وعلى الإسلام أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز، وأن يقنع بالصفحة الدينية في الجريدة يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية في برامج التعليم العام، وأن يقنع بقانون الأحوال الشخصية في قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع، وأن يقنع بوزارة الأوقاف في أجهزة الحكومة. وعليه بعد كل هذا أن يزجي الشكر الجزيل للعالمانية التي أتاحت له الفرصة لكي يطل من هذه النوافذ. نقول باختصار، الإسلام ليس ضيفا على العالمانية بل هو صاحب الدار. فكما ذكرت مشكلتنا عايزين نشوف لنا حل. الحل في نظرهم نتخلى عن شعار رضينا بالله ربا وبالإسلام كما أنزله الله دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. هذا هو ما يرضي العالمانية. نحن غير مستعدين أن نتخلى عن هذا الشعار المقدس وعن علو القرآن وعلو شريعة الله سبحانه وتعالى على كل ما خالفها. بنقول للعلمانيين أحسوا بهذا الشعب، أنتم معزولين في أبراج عاجية وهمية، صنعين وهم وأنتم غرقانين فيه. الوهم ده أن أنتم النخبة والصفوة الإليت، الصفوة المثقفة، والتانيين دول حساد، فأنتم معذورين. هم يا عمرو أديب قال لهم بعد الاستفتاء على طول، قال لهم اعترفوا يا جماعة أنتم ليس لكم وجود في الشارع. ودي الحقيقة. هو بيقولوا السلفيين جم منين؟ نزلوا علينا من أي كوكب؟ وأطلقوا حرب الرصاص المصبوب بهذا الكذب الأثيم الذي يفتقر للصدق والموضوعية. هو أصلا مصداقية الإعلام انتهت من ساعة المنظر الشاعري بتاع كوبري قصر النيل، الأضواء الخافتة والدنيا كده في منتهى الجمال، وبعدين تحت مئات المتظاهرين يعتبرون في ميدان التحرير. لسه في ناس بتفكر بالعقلية دي. الثورة لم تتم إلى اليوم ما دام الإعلام الفاسد بنفس العقلية المحنطة على عقلية الموميات بيتصوروا الناس. أنتوا عشان مفصولين عن الواقع مش حاسين بالحقيقة في الشارع. الحقيقة أن هذا الشعب شعب مسلم فخور بعقيدته ولم يتنازل عنها أبدا حتى لو كلفه ذلك حياته. الشعب المسلم الإسلام يجري في دمه. مصر مش فقط الإسلام، مش مصر، مصر هي مركز ثقل العالم الإسلامي كله، مركز ثقل العالم الإسلامي. فيعني تجار الشنطة الثقافية اللي بيفرضوا علينا ثقافات بالإكراه عن طريق العولمة والقصرية والقهرية يعني لن يفلحوا. فهم معزولون عن الواقع، هم مش حاسين بينا. إن ده شعب متدين بيحترم التدين جدا، شعب متمسك بعقيدته. بعدكم هو اللي خليكم انتوا في وادي والناس في وادي تاني. ولذلك الصدمة كانت شديدة عليهم جدا في موضوع الاستفتاء على التعديلات. وان كان موضوع التسديد يعني الاستفتاء يا جماعة ما هوش مشكلة، انا نفسي اميل ان لابد كان الدستور يتكتب من جديد. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في ناس صرحت انها تتحرش بالهوية الاسلامية بمصر، وصرحت بان احنا عايزين نقول لا علشان نلغي المادة الثانية من الدستور التي تثبت هوية مصر الاسلامية. فانتوا عملتوا ايه؟ عملتوا زي الميكروب الغازي لما بيدخل بيحاول يعني يخترق الجسم، ها بيحصل ايه؟ بيجيش جهاز المناعة، جهاز المناعة بيجيش عشان يدفع ويقاوم هذا الميكروب الغازي. ده اللي انتوا عم تحسسونا بخطر. فعشان كده اللي فاهمين الموضوع كويس يعني حرصوا على ان يقولوا نعم لتفويت هذه الفرصة. واضح؟ فالقضية ان انتوا اللي استفزتونا. لكن لو بالعقل طبعا يكتب الدستور من جديد، لكن هذه الحرب ان في تحرش بهوية مصر الإسلامية، ومن أجل ذلك حصل ضد الفعل. فهما الإعلام أوهمنا بنفس الطريقة القديمة. الواحد قال يمكن نعم تأخذ مثلا 20%، كلنا فوجئنا بالنتيجة الحقيقة. لماذا؟ لأن حصل استفزاز وإحساس بالخطر، فأنتم عبأتم مناعة الجسم الإسلامي ليحتاط كي لا يتحرش أحد بالهوية الإسلامية. فأنتم مش حاسين بينا بتوع النخبة والصفوة، ومش عارفين طبيعة هذا الشعب وما كانت الدين في قلبه. الدين عندنا هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة أمرنا، حينما قال اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. عصمة أمرنا زي ما يكون في عقد مثلا وفي حبات مسبحة مثلا، إيه اللي بيجمع الحبات دي كلها ويمسكها؟ الخيط، النظام.
فعصمة ديننا هو الذي يحفظ لنا حياتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. الرسول عليه السلام لما دعا في الدعاء الإيه؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أي مصيبة أخرى تهون إذا خسرت كل شيء معك ربنا هيعوضك، لكن لو كسبت كل شيء وخسرت الله فلن يعوضك منه شيء. دي الشعب المصري بفطرته وتدينه العميق، أنتم مش حاسين بينا، أنتم شربتم ثقافة الغرب وتريدون أن تفرضوها علينا قصرا وإكراها. فالإسلام لا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به وليس محظورا كالمخدرات والسموم البيضاء. عقيدة الإسلام هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. الطفل المسلم يستقبل الحياة بالتوحيد حينما يسمع الأذان في أذنه أشهد أن لا إله إلا الله، ويودعها بالتوحيد، وفيما بين الميلاد والموت يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا، وهذه هي الحرية الحقيقية. لا توجد حرية إلا في العبودية لله سبحانه وتعالى، دي الحرية الحقيقية، لأن الإنسان لابد أن يكون عبدا لشيء، إن لم يعبد الله سيقع في عبودية غير الله تبارك وتعالى. في الأخلاق علاقة الرجل المرأة العلانية تتبع المنهج الغربي حذو القذة بالقذة. في الشريعة العلمانية قد تعترف لله بالخلق، قد، واللي عايز يلحد هو حر، لكن قد تعترف بأن في خالق، لكنها لا تعترف أبدا أن هذا الخالق له حق التشريع، ودي الحد الفاصل. فقد تعترف لله بالخلق لكنها لا تعترف له بالأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. العلمانية تعطي الإنسان حق نسخ شريعة الله فتحل وتحرم وتسقط وتعطل الفرائض. لذلك العدو الأول للعالمانيين هو الشريعة. وحينما نقول كلمة الشريعة لا تنصرفن أذهانكم إلى إقامة الحدود من الظلم الفاحش اللي احنا نتصور ان الاسلام يعني متعطش لعقوبة الناس، بالعكس تماما، ده ربنا ارسل رسول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، الفراش بينجذب للضوء وبيحترق، وانا اخذ بحجازكم عن النار وانتم تفلتون من يدي. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليرحمنا، هو رحمة للعالمين أجمعين. فكيف نصور للناس أن الدين عبارة عن قيود وعبوس، ويقول لك السواك والطاقية والجلباب ومش عارف، يعني من قال هذا؟ أنتم ليس لكم الحق أن تتحدثوا باسم الإسلام، وأنتم غير أمناء في عرض حقائق الإسلام أمام الناس بدليل هذه الحملة الظالمة، حملة الرصاص المصبوب. كم من الهجوم الظالم الباغي، يعني دلوقتي بس بين يوم وليلة السلفيين بيقطعوا ودن الناس، واحد قتل صاحبه عشان صاحبه صلى الفجر بالفاس ومش عارف، يعني ده الحمد لله ان الزلزال لما حصل ما قالوش ان احنا وراه. على اي الاحوال الشريعة كما قلنا هي العدو الاول للعلمانيين، لأنها هي التي تنقل الإسلام من عالم النظريات والمثاليات إلى دنيا الواقع والتنفيذ. ويتجلى العداء السافر للعلمانية حين يعرض الإسلام خصائص الحضارة الغربية، يعني كما هو معلوم. العلمانيون ينظرون إلى الإسلام كعقيدة غريبة خارجة عن ذواتهم، ولا يشعرون بحرارة الغيرة عليها. أنا أذكر كلمة قالها صحافي يدعى أحمد بهاء الدين منذ زمن، بيقول فيها إيه؟ لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا هذه مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران. إن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل، ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. هؤلاء
لا يشعرون بحرارة الغيرة على هذا الدين. دايما الدين ما جيش سيرته غير فين؟ في المشاكل بس. الدين اللي بيهدم الأضرحة، الدين اللي بيقطع ودن الناس، الدين اللي بيرمي الملطوف، الدين اللي بيعمل إرهاب. فما يذكر الدين إلا كشيء منفر، وإن هو مصدر المشاكل. لا يشعرون بحرارة الغيرة على هذا الدين، فيفصلون الدين عن الدولة ليسهلوا ضربه بعد حصاره في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العلمانية. الإسلام دين حياتي، وهو يتجمد بعد فصله عن الحياة بكل أنشطتها. وفي نفس الوقت إذا تم فصله لا يجد كنيسة تقوم به بعد فصله عن مؤسسات الدولة والمجتمع. العلمانيين بيقلدون الغرب في كل شيء، ومن ضمن خصائص الغرب أنه لم يعد عنده شيء مقدس. حتى المسيح نفسه عليه السلام يعملون أفلام وروايات فيها سب وإهانة شديدة جدا للمسيح عليه السلام، فهم لم يعد عندهم شيء مقدس. هم يريدون أن ينقلوا إلينا هذا في بلادنا بحجة حرية الرأي وحرية يعني التعبير. تختفي في كتابات العلمانيين روح الورع والإيمان والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا تشعر أن الكتابات العلمانيين فيها نوع من الاحتقار لهذا يعني الدين. الحقيقة أنا يعني أعتقد الوقت قد نفد، فأرجو أن تكون هناك فرصة أخرى يعني نكمل هذا الموضوع. باختصار شديد يعني العلمانية دين أرضي، ونحن نعتقد في الدين السماوي، ونحن نازلنا نرفع شعارنا المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نحيا وعليه إن شاء الله تعالى نموت ونلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.